مواصلين فقرات برنامجنا وفقرة التغذية ككل يوم اثنين. تحضر معنا مريم تكابي المختصة في التغذية. اليوم باش نحكيو على موضوع يمس برشا ناس، فقر الدم. شنو هي الأغذية اللي بالطبيعة تساهم باش تخلينا نتخلصوا من فقر الدم وإلا نحدوا منه، وكذلك شنو هي الأغذية اللي احنا نكون ما نعرفوهاش برشا اللي تعطلنا باش نتحسنوا خاصة ونتخلصوا من فقر الدم. صباح النور مريم. صباح الفل والياسمين، مرحبا، يعيشك. موضوع مهم برشا الحقيقة، يمس برشا ناس. فقر الدم منتشر في تونس وفي العالم بطبيعة، عنده برشا أسباب، وطريقة التخلص منه شوية صبر، وخاصة مرتكزة على التغذية متاعنا وعلى الغذاء متاعنا. بالطبيعة هو كما قلت أنت، فقر الدم مرتبط ارتباط وثيق بالتغذية. أما نحب نوضح حاجة، اللي راهو فما ديفورم متاع أنيمي متاع فقر الدم اللي تكون مرتبطة بسوء امتصاص. نعم. معناتها نجم يكون فما المرض السيلياك، مرض الأبطن، تنجم تكون مشكلة في المعدة، تنجم تكون عملية صارت على البارتي من المسارن هي اللي تولي ما عادش نجم تمتص. معناتها نجم يكون انسان ياكل ماكله عاديه فيها متوفر فيها الحديد بالكدا، اما ما يمتصش الحديد هذاك لسبب من الاسباب يكون معناتها شكل مرضي. دونك هوني لازمنا اون تريت لا كوز، لازمنا نشوفوا شنو هو السبب، نعالجوه باش وقتها تتحسن، معناتها يتحسن فقر الدم. بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش كيفاش ياكلوا، والا اللي الماكله نتاعهم ماهيش منتظمه، اللي معناتها عندهم سوء تغذيه، سورتو معناتها هوني فما اون بوبيلاسيون سيبل، ناس معينين هما لازمهم يركزوا اكثر على الحديد في الماكله نتاعهم، اللي هما نساء الحوامل، النساء اللي ترضع، لي جون في معناتها البنات اللي في عمر معناتها من 14 15 سنه، بلوغ، سن البلوغ بالضبط، وقت اللي الدوره الدمويه نتاعهم تولي معناتها لا سمحني العاده الشهريه نتاعهم تولي معناتها منظمه، وتولي فما فقدان اكثر للهيموغلوبين. دونك هوني هذوما الناس اللي يلزمهم يحاولوا يحافظوا اكثر على كميه الحديد اللي موجوده في الماكله نتاعهم. دونك الحديد وين نلقاوه؟ هو معروف الناس كل معناتها تعرف، خاطر هذه معلومه منتشره، اللي هو موجود في اللحم الاحمر وفي الكبده. صحيح موجود كميات عاليه في الكبده في اللحم الاحمر، موجوده زاد كيف نلقاها في الليموليسك اللي هما كيما المول، الكرفات، غلال البحر، الحوت موجود فيه زاد كميه باهيه من الحديد، ولكن موجود زاد في الخضروات اللي هو كيما العدس، كيما اللوبيا الخضراء، كيما السبناخ، الخضروات اللي لونها اخضر بصفه عامه نلقاها زاد في البتراف، موجود بالكدا الحديد. هوني المشكل يقعد في امتصاص الحديد اللي هو جاينا من الخضروات. امتصاص الحديد اللي موجود في اللحوم الحمراء ولا الكبده يوصل حتى ل 25%. نعم. بالنسبه للي موجود في الخضروات 10%. دونك شنو نعملوا باش نحسنوا من امتصاص الحديد؟ اول حاجه لازمنا نركزوا على الفيتامين سي. الفيتامين سي اللي هي تقوي امتصاص الحديد في البدن. هذاك علاش ماذا بينا نهار اللي يبدا عندنا الفطور نتاعنا فيه شربه عدس والا لوبيا خضراء والا سبناخ، نشربوا اكثر معناتها جو دورانج، عصير يكون فشك، نجموا نعملوا عصير قارص عليه، وما ننساوش اللي راهو اللحم الاحمر يحسن من امتصاص الحديد اللي موجود في الخضروات. بما انك حكيت على القارص، كل كنت سؤال بعيد شويه على موضوعنا، هل انه كي ناكلوا مثلا حاجه دسمه شويه مثلا فيها حاجه مثلا شو معناتها مش احمى شويه مدسمه، نقولوا احنا الماء بعصره قارص ينجم ينقص علينا من كل تراكم الشحوم والا الامتصاص؟ لا ما ينقصش. هوني برشا ناس يتسالوا على الفيتامين سي ولا على القارص، يقول لك نشربوا على الخوي ولا الخل على الخوي، راهو عمره ما كان ينحي الشحم معناها من البدن. حتى كي ناكلوا حاجه دسمه راهو ما يعاونش. ما يعاونش، يعاون شويه في الهضم. في الهضم. اما في امتصاصك الشحوم هذيك وفي زياده الوزن ما يعاونش بالكل. بيه. اللي يعاون هنا هو الالياف. باهي. مهم برشا، قوسوا ونرجعوا اذا نكملوا. فوالا دونك الحديد زدنا نلقاوه في القمح الكامل، في الحبوب الكامله، في الفاكهه، في كل ما هو حبوب. دونك هوني عطيت ليكزامبل نتاع الخبز الكامل بالضبط، لهنا نلقاوه موجود. معناتها ماذا بينا ديما نركزوا الماكله نتاعنا وقت اللي يبدا عندنا فقر دم على الحبوب الكامله، المقرونه الكامله ولات موجوده معناتها توا نلقاوها متوفره، اغلى شويه سومها ما يقلقش، اما راهو هذيك تكون اغنى بالحديد. هوني نحب نحكي زاده على الحاجات اللي لازم نبعدوا عليهم باش نخليو امتصاص الحديد دي يصير كيف ما يلزم، خاطر ديما ننصحوا الحديد وشنو هو اللي يعاون على الامتصاص نتاعو. دونك هوني لازمنا نبعدوا على القهوه والتاي مباشره بعد الماكله. دونك ماذا بينا نشربوهم نص ساعه قبل الماكله والا ساعتين بعد، على خاطر فيهم لي تانا هذوما اللي هما يعطلوا امتصاص الحديد في البدن. بالنسبه للكالسيوم كيف كيف، على خاطر الكالسيوم والحديد كيف كيف معناها في الفورم الشيميك نتاعهم، دونك تصير معناتها منافسه البدن شنو باش يمتص قبل. هذاك علاش باش نلقاو يا اما الفيغ باش يطيح ولا الكالسيوم
الكالسيوم هو اللي باش يتنحى. هذاك علاش ديما لازمنا الكالسيوم بصفه عامه، ياغورت، حليب ومشتقاته، اي حاجه غنيه بالكالسيوم لازمنا نبعدوها على الماكله ساعتين على الاقل. دونك وين نحب ننصح زاد الناس اللي مثلا كيما المراه الحبله ولا اللي ترضع، ديما اون جينيرال باش تاخذ مكملات غذائيه فيهم الحديد وفيهم الكالسيوم، ما ناخذوهمش مع بعضهم. معناتها نجمو ناخذ الكالسيوم الصباح مع قهوه الحليب نتاع الصباح مع الياغورت فطور الصباح، ونخليو الحديد ناخذوه في الليل مع وجبه العشاء. دونك هكاك نضمنوا اللي هي معناها تتنفع بالكالسيوم اللي خذيته وبالحديد اللي خذيته، ما ناخذوهمش مع بعضهم. هون زاد حاجه مهمه باش نحب ناكد عليها، اللي راهو فقر الدم ماهوش نقص في الحديد اكهو، وانما نقص فيتامين بي 9، هذا مهم جدا زاد باش نعرفوه، ونقص فيتامين بي 12. سامحوني. دونك ساعات نلقاو ناس عندهم الحديد كامل، معناتها حتى كي يعملوا معناتها البيلان نتاعهم يلقاو الهيموغلوبين موجوده، معناتها الفالور نتاعها نورمال، اما ما يعرفوش منين تجي الانيمي اللي عندهم، راه ينجم يكون نقص في الزوز فيتامينات هذوما. لي دو فيتامين هذوما كيف كيف نلقاهم وين نلقاو الحديد اللي هو السبناخ الخضره الخضراء، فيتامين بي 12 نلقاها في الحليب. اون جينيرال الناس اللي يتبعوا فما برشا منهم توا اللي يتبعوا الماكله النباتيه، ما عادش ياكلوا اللحوم ومشتقاتهم، دونك لهنا راهو نردوا بالنا على خاطر نجم يصير نقص في فيتامين بي 12، وهوني ما عندناش خيار اخر الا ناخذوه مكمل غذائي، خاطر فيتامين بي 12 موجوده في معناتها الاطعمه من اصل حيواني. بالنسبه للاطفال حتى نتفاداو فقر الدم، شنو هما ابرز الحاجات اللي نجموا نركزوا فيهم في التغذيه نتاع الطفل؟ دونك بالنسبه للفطور الصباح نتاعهم ماذا بينا نعطيوهم كما قلنا ترانش نتاع خبز تكون كامله، نعطيوهم كاس جو دورانج على خاطر فيه الفيتامين سي، والا كعبه ميدالينا كعبه بوكدين خاصه توا وقته، فطور نص النهار والا العشاء نتاع اللي لازم يكون فيه اون بورسيون معناتها حصه من اللحوم، دجاج، لحم والا حوت، دونك هذا مهم جدا، راهو ما يكفيش باش نعطيه مكرونه بيضة والا باش نعطيه شويه بطاطا بيوري مثلا، او غذاء ماهوش متكامل، دونك يلزم فما الحصه نتاع البروتيدات من اصل الحيواني هي اللي فيها الفيتامين، هي اللي فيها الحديد. ومع هذا ما ننساوش باش نشرحوهم اكثر على الخضراء، اللوبيا الخضراء والا السبناخ، السبناخ نجموا نعملوه في اومليت، نجموا نعملوه في طاجين باغ اكزومبل، خاطر نعرفوا الصغار ساعات ما يحبوش ياكلوا الخضره كيف ما هي، معناتها المطعم نتاعها يبدا قوي، دونك لهنا راهو قد ما نحسنوا الماكله نتاعنا احنا في العائله ناكلوهم احنا، قد ما صغارنا باش تتبعوا وتولي كيفنا، دونك هذاك علاش مهم جدا باش نركزوا على الحاجات هذوما. العدس نجموا نزيدوه له في البدود نتاعو، نجموا نعملوه معناتها سوب تكون ملحيه بالكدا وياكلها، نفوحوها شويه، دونك هذا مهم باش على خاطر نلاحظ انا حتى معناتها الناس اللي يجوني ولاو يبعدوا على الحاجات هذوما، معناتها يتكسوا اكثر على لي ساندويتش جبن وجامبون وحاجات معناتها اللي هي ماهيش صحيه بالضبط. نعم، شكرا لك، يعطيك الصحه ماريا مع المعلومات اللي قدمتنا، وكالعاده عندنا موعد يومي مع فقره التغذيه اللي من خلالها نحاولوا انه نخليكم تكون عندكم تغذيه متوازنه. احنا تو باش نمشيوا لنغم بصوت امال ماهر، ثم نواصل بقيه استضافتنا لهذا الصباح.